هذا سائل يقول: هل إذا شخص قال أني من السبعين، هل يجوز لشخص أن يقول أني من السبعين ألفا؟ مش يدريه، مش يدريه أنه من السبعين ألف، هذا لا يعلمه إلا الله أو من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نجزم لأحد، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، أما الجزم ما نجزم لأحد. نعم.